هل صحيح أن الأولياء تحدث لهم كرامات خارقة للعادة كالمشي على الماء والمكاشفات كالنظر إلى اللوح وظهور الملائكة وغير ذلك؟ نعم، الأولياء لهم كرامات تحقق خلقا للعادة إذا كانوا مستقيما على طاعة الله ورسوله، تحقق لهم كرامات عند الحاجة لحاجتهم أو عند إقامة حجة على غيرهم، حجة الدين على غيرهم، قد يخلق الله لهم العادة بكرامة. ومن ذلك ما وقع لعباد بن بشر وأسيد بن الفضيل، كان زار النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فلما خرج من عنده أضاءت لهما أسواقهما كالسواد في الطريق حتى وصل إلى أهلهما، كرمة من الله لهما، كل واحد صوته كان يضيء إلى الطريق. ومن هذا قصة الطفيل الدوسي رئيس دوس لما أسلم وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى الله له آية حتى يصدقه قومه، سأل الله جعل له آية فصار له نور في وجهه من السواد لما عفى أهله، فقال يا ربي في غير وجهي، فجعله الله في سوطه إذا رفعه استنار كالسواد، فأسلم قومه على يديه وهداهم الله في أسلامه. وهناك وقائع أخرى لأولياء الله عند الشدائد، مثل ما وقع لجريج لما ظلمته البخيلة أنها زنا بها وأن حملت منه وهي كاذبة، فجاءه أهل بلده وخدموا عليه صومعته، فقال ما بالكم؟ قالوا زنيت بهذا. سبحان الله، ما زنيت بهذا، هات الغلام، ثياب غلامه فوضع إصبعه عليه على الغلام، الله طول مولود، فقال من أبوك يا هذا؟ قال أبوي فلان الراعي اللي زنى بالمرأة. فلما انطقه الله وهو صغير قال ما إذا فوضعتك من الذهب؟ قال لا، ردوها طي، ردوها من الحالة الأولى، الرسول طلعت مما رميتم وإنما الحمد لله. وقصص كثيرة في هذا. نعم.